الكترونيك مقامز، اسكو هو كونسيبت نتاع موسيقى، اسكو هو كونسيبت نتاع شنيه اكزاكتومون؟ نحب نعرف اكثر تفاصيل على الكونسيبت هذايا مع علي مرابط ونسيم قاسطي يكونوا بحدنا وموجودين ديجا في استوديوهات موزايكا. فاهم مساء الخير عسلام علي، شنحوالك؟ عسلام، شنحوالك؟ صافا صحه لاباس؟ ميرسي بوكو اللي جيت بحدنا اليوم، شكرا لك على قبول الدعوه نسيم قاسطي. عسلام، مرحبا. دو دي جي بروديكتور اكزاكتومون، بروديكتور زادا كومبوزي، حضرت عليك كومبوزي ديجا حاجه خارقه العاده. انت كان تيم قاسلي الكترونيك مقامز، اذا كان اي واحد قاعد يسمع فينا توا شنو ينجم ياخذ فكره عامه على كلمه الكترونيك مقامز؟ هو سي ان لايف، اون فيت سي ان لايف دو ميوزيك الكترونيك، اما الكل الانسبيراسيون وكيفاش بدينا الخدمه الكل بدينا في المدينه. دونك الفكره انه المدينه العربي معناها المدينه نتاع تونس اكزاكتومون. والفكره انه عملنا اون فاز اللي لمينا فيها برشا اصوات نتاع المدينه، نتاع الحس، نتاع الشارع، نتاع العباد باش تحكي شي يعملوا، وزيد قسمنا في وسط هذاك كله سيناريزي، عملنا السيناريو، قسمنا المدينه على اربع مناطق وكل منطقه شنو هي الانسبيراسيون اللي جاتها ميوزيكالمون، وذاك هو اللي باش يصير في اللايف. خلينا نحط الامور في اطارها شويه باش نجم نفهم شويه. يعني تاخذوا الاصوات اللي في الشارع، واحد يقص في نجاره كذا، واحد يحكي، فمش كان هذاك وتركبوهم بعد على الموسيقى. Exactement. À partir de la suite, tu as chéra, les t'smahom yomien, et donc on charge une nuit, les qui t'smahom, tu ressens le même effet, t'as un kibar antifique de la sahidi, comme matin, qui fait on intègre la suite, t'as un dîner sur la nuit, mané. D'accord. Donc ou la musique, je trouve musique électronique. Musique électronique. Ou le hack, tu n'as pas uniquement électronique. Alors, quand en même temps, c'est un piano. Quand en fait, mais je suis pas là. Moi, là, c'est Salim Harjoun. Donc, le fait que c'est un live. Tu crois que je suis là à la concert, mais tu as musique. D'accord. Mais hech la musique, elle est de se mettre à faire le club. Mais hech DJ set. Mais hech musique spécialement, tu as acheté. Ok. Ah bah, c'est un live de musique. Les hauts électroniques. Les hauts décalés par rapport au monde où tu as l'électronique, non? Si, si, là, il est très inspiré, électronique. Relax. Très inspiré, électronique. ماكينات معناها نخدموا الماكينات. وي وي، مي مش الموسيقى اللي تعاوننا بها كي نقولوا موسيقى الكترونيك. فوالا، مش بتاع الكلوب، مش بتاع البواطه، مش بتاع ماهيش دانس فلور كيما نقولوا احنا. الفكره كيف جات؟ الوغ الفكره كيف جات؟ الفكره جات من 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 دريم سيتي، خاطر الكونسير اون فيت اللي برودوي باغ معناتها المنتج نتاعنا هو لا رو، اللي هما ينتجوا زاد جمعيه الشارع الفن، اللي هما بيدهم ينتجوا في دريم سيتي وعندهم برشا حاجات. دونك كل عامين يقبلوا مشاريع نتاع اقامات فنيه. دونك تبعث انت بروجي ومن بعد كنقبلوك تعمل البروجي نتاعك. الفكره نتاع البروجي من الاول المقامات الالكترونيه جاي على اساس انه باش نحاولوا نحافظوا على الذاكره الصوتيه نتاع المدينه نتاع تونس. الذاكره الصوتيه، الذاكره الصوتيه، لا ميموار سونور، على خاطر الصوت نتاع اليوم في تونس مش هو بيدو اللي تنجم تلقاه غدوه ولا بعد غدوه ولا بعد 20 سنه. بعد 20 سنه. دونك فكره انه قلنا نوثقوا زاد الصوت هذا، ومن الصوت هذاك ما نقعدوش زاد نعملوا كان في بلوتيك سونور. قلنا من هذاك نعملوا اون بتيت بلاد فيرتويل، اللي هي صارت فما في سيت اسمه الكترونيك مقام بوان كوم، اللي تنجم تدخل عليه وغادي تسمعوا الاصوات وتنجم تحطوا كاسك وتقصوا في المدينه في وسط الحكايات نتاع العباد، وفما نهار وفما ليل، دونك يتبادلوا لي زومبيونس زاد. ومن هذاك كل من بعديك في وسط الفاز معناتها ثلاثه مراحل عملنا نتاع الخدمه، المرحله الثالثه اللي فيها نسيم، انا ونسيم وسليم عرجون، اللي هي لا كرياسيون ميوزيكال. الفكره انه من هذاك الكل، من اللي سمعناه ومن اللي شفناه ومن اللي درنا ومن العباد اللي حكينا معاهم من المدينه هذيك، شنو نجم تخرج، شنو احنا بيدنا نجموا نعملوا موزيك، الموزيكا اللي احنا نهار باش نعملوها قداش تنجم تشبه لهم. دونك الانسبيراسيون من عندهم زعما الغفلات، معناها كي تسمعها تحاول تحس الحاجات اللي كي سمعت لي زانترفيو نتاع المقامات هذوك. هذاك علاش اللايف فيه خمسه مقامات وكل مقام عنده لون. داكو. المقامات هذوكم نفسهم زاد في السيت تلقاهم، تمشي تجم تحوس فيهم، وكل مقام عنده بلاصتو. دونك هنا الكترونيك مقام جولي معناها بلاتفورم نجمو نسميوه. فما بلاتفورم اكزاكتومون، هي بلاتفورم ولايف اون فيت. اون جرو بلاتفورم وموزيكا، هي فوالا. ما كيفاش عملتوا ريباراج نتاعكم وين مشيتوا بالضبط؟ اه البلايص فوالا، التقسيم ساهل ياسر، هو الحق نتاع ربي. هو اللي باش يسمعوا غدويك العباد باش ما نضيعوهمش زاد برشا، باش يسمعوا لايف كامل، اللي فيه خمسه مرسوات. كل مورسو عنده لون، وكل لون يمثل بلاصه وحي من المدينه. دونك يقولوا الازرق معناها الانسبيراسيون جاتنا من البارتي نتاع باب بحر، والبارتي هذيك مارس سنترال، وشويه المدينه الاوروبيه نتاع تونس. داكور. والاحمر هو القصبه، والبارتي هذيك الكل اللي فيها السلطه والجو هذاك الكل. الاخضر اللي هو الحومه والجو. دونك مشينا ببشويقه ببشويقه كنا نحبوا راهو نمشيو زاد بجديد لا ما عنده حتى علاقه بالكوره ماهيش تبع فوت جمله. دونك عملنا ببشويقه حلفاوين
وفما قاميخ اللي هو لون الاحداخر اصفر اللي هو الانسبيراسيون نتاعو جات من اللهجه نتاع باب لاقواس بالضبط ابسوليمون. دونك هو الالوان الحق نتاع ربي بعديك حتى عبدك وديك باش اسمع ماهيش حاجه ياسر ما تمش حاجه ياسر مهمه في دون العبيد تجي وتسمعنا في الحفصيه على خاطر الحاجه الهائله في وسط هذا الكل اللي بروجي بدا من المدينه واول لايف باش نعملوه في المدينه ولا حاجه تعمل كيف وان بلوس بلاش فلوس هذه هي الحكايه سي غراتوي مع الناس غراتوي اكزاكتومون دريم سيتي ولا هي باش تصير في الكلوزينغ نتاع دريم سيتي اخر ممتاز. اخر النهار مع الاختتام. قداش قعدتوا تلموا في الاصوات قداش لميتوا اصوات مع اللي سجلتوها شهرين شهرين مينيمم اقل حاجه معناها كل يوم تخرج تقريبا كل يوم تسجيل كاو هذا تسجيل بعدك على بيبليوتيك سونور فيها درختش من ساعه معناها تسجيل واليوم ما تخافوش انه مثلا يتم استعمال معناها لي زونجستريمون هذو الفكره انه يتعملوها من العباد خاطر فما بلاتفورم واحده اخرى اسمها نويز اوف تونس اللي هي ترجمها تبدا اسمها حس لا كيش يستعملوها في اعمال سينمائيه او دراميه ما فما حتى ادنى اشكال الفكره انه افكتيفمون الفكره حتى هذاك علاش الخدمه تابعه جمعيه هذاك علاش عند الجامعه شرفان معناها معناها الفكره انه تكون بيبليوتيك ليبر دو معناها مفتوحه للجميع والعباد الكل ينجموا يدخلوا ويستعملوا الاصوات الموجودين الكل معناها سي غراتوي حتى ميم بور لي برودكسيون كل شيء جوست بعديك نقولوا اذا كان كي جيت تشارج اون فيت نقولوا لك كان تحب هاكا تعمل مونسيون هاكا هاو معناها مي سينو تعملوا في الخير انتم قاعدين بخدمتنا معناها خلصنا على هذاك لو بروجي افكتيمون لو بروجي يظل ابعد انه يكون ان بروجي كوميرسيال هذيك عليه تخدم مع جمعيه اللي هي جمعيه شرفان اللي هي ليه ياسر على 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 المدينه وتخدم في برشا حاجات من الصغار للكبار وحتى دريم سيتي من يظل من اعز المارجينيت في تونس على خاطر افكتيمون ماهمش قاعدين يخدموا على حاجات ماديه اكثر منها على حاجات ثقافيه وفنيه وتراثيه سورتو قاعدين نحاولوا نمنعوا في حاجات اللي نجموا يذيعوا غدوه ولا بعد غدوه دونك صوت نتا قد ما نقول لك حاجه مهمه السينما عندهم الحق تاع ربي فما برشا دي بونك سونور اما الباقي بارسا متقاش مش قاعدين نوثقوا على الصوت نتاع اليوم مش قاعدين نشوفوا كيفاش ليفولوسيون نتاع الحركه في المدينه اصواتنا كيفاش احنا نحكيو ما كناش نحكيو كيما توا راه وي بلا شيء كل شيء في الشارع كل شيء يتبدل معناها من وقت لوقت قلنا يا خويا احنا باش ناخذوا بارتي صغيره نحاولوا نخدموا عليها باش عباد اخرين نهار اخر يلقاوها ما يسالش معناها باهي وبالنسبه للمرسوات نسيم اليوم جينيرالمون العباد تستعمل لي بلاتفورم كيما سبوتيفاي كيما ديزر يوتيوب زاد اللي هو اسهل حاجه بالنسبه للتونسي اليوم ابار انه باش تلقاوها في السيت نتاع الكترونيك مقام اسكو لي مورسو هذوما لايف باش يخرجوا لي بلاتفورم اخرين باش يخرجوا جوست في البلاصه هذيك اي بيان سور هما توي كما مش باش يهبطوا on a pas programmé ça en obshia pour Spotify ou là les plateformes mais l'avantage c'est que احنا مع Dream City عامل تيلي وقت اللي صار الكوفيد وكل سجلنا ان لايف نتاع ساعه اللي هو فيه لو لايف كامل دونك اي عبد يحب يسمع المقامات ينجم يلقاها في السيت نتاع الكترونيك مقام ويلقى اللايف كامل مصور معنا كل شيء غادي موجود انا وعلي وسليم سامح قلت يلقى كل شيء موجود غادي معنا اللايف كامل ساعه من زمان الكونسير en fait en gros c'est un concert En gros, c'est un concert. Il est inspiré de l'Imdina. Ou les Aulmar a pu s'ma à l'Imdina. C'est vrai que le format, je fais chant, je fais un format plus ou moins classique. Classique, voilà. Normal. Disons, moi, je conseille le rap, moi, je conseille le pop, moi, je fais un chabi, moi, je fais ماهوش بتاع هذا الكل ما بصح كونسير ما بجيش نسمع مزيكا ساعة من زمان مزيكا ذات محتوى مختلف على اللي تعودنا به بالضبط افكتيفمون خاطر الفكرة انه كل شيء متاخذ من المدينة وفيها بوكو دانتربريتاسيون زادة معناها كي باش نقول لك راهو الحس نتاع ما نعرفش انا كيما قاعدين نحكي وقت اللي قاعدين نخدموا في المزيكا وقت اللي قاعدين في الانسبيراسيون في البرودكسيون باغ اكزومبل من الحاجات اللي لقيناها مهمة ياسر ان تكون محظورة حاضرة هي محظوره ما انا ممنوعه يظهر خاطر قاعد خمف هذاك اللي هي المارش ميليتير اللي تصير كل يوم في القصبه وخدمنا عليها زاده خاطر هذاك حس كي تبدا انت في الصباح برشا عباد يعرفوا اللي يمشيوا القصبه 8 نتاع الصباح يعرفوا اللي فما الميليتير يخرجوا من وزاره الدفاع ويعملوا تحيه العلم وعندهم اون مارش بكل لي طنبور هذوكم دونك هذاك حس من معناتها سي ان سون اللي جماعة القصبة وجماعة اللي خلاوا في الصدقية وجماعة اللي دايرين بذلك كله حتى اللي يخدموا في الوزارات اللي بجنب يعرفوه وفي المحاكم زيادة اللي هذيك موجودة كل يوم تتعدى المارش هذيك ميليتير باللي طنبور بالكاسكلير معناها وكل شيء فرقة كاملة معناها حاولتوا تعيشوا أي غالمون توانسة
في موندوهم في اصواتهم في الحاجات exactly. اللي متعودين بها ولكن عمرهم ما كانوا يتوقعوا ان الشيء ذا يكون موجود في الموسيقى اكزاكتومون سي سا سي اون كونسا لكن شنو نسيم نجم يخلي البوبليك يجي شنو البوبليك اللي نجم يلقاه بتتري يقعد معاك يقعد تسمع اصوات الكونسير هذاك انك باش تسمع اصوات بليدك تو سامبلومون حاجات تعرف يصيروا في الشارع الكونفورم تاعو راه يعني يتبدلوا حاجه جديده باش اسكو هي زون دو كونفور كل يوم احنا عندنا لا شانس باش نمشي نسمع كونسير فيه الاصوات نتاع تونس مش سي با اون زون دو كونفور معناتها صحيح نسمعوا فيها كل يوم ما سمعناش كيفاش العباد الاخرين سمعوها ولا كيفاش انتجريوها في موزيكا ولا انتجريوها في ان كونسير ابار الموزيك الكترونيك على شنو بازي اكثر الموزيكا بالنسبه للكونسير هذايا ابار اللي معناها ابار الموزيك الكترونيك الكلاسيك اللي نعرفوها لكن على شنو معتمده اكثر الانسبيراسيون ارتستيك نتاعك ابار الاصوات اللي عملتهم كوليكت زيد فما راهو في البروجي فما سليم عرجون اللي هو الى جوتي ان بلس معناتها انورم في البروجي اللي هو الكلافيي نتاعو البيانو سا فاسون دو جوي زيد لي الا اجوتي اون اوتر توش للبرودكسيون اللي صارت والكومبوزيسيون معناها نتاع لي تيتغ اللي صارت معناتها فما برشا حاجات اللي قاعدين تلقاوني انا وسليم زوز نتحركوا زوز نبدلوا من لي انسترومون معناها فما اون سيرتين هارموني اكزاكتومون ما بيناتنا احنا الثلاثه معناها اسكو هذا باش اختصر كان على ايفينمون بركة عليه ولا باش يكون مشروع مشروع على طول العام مشروع ممكن هو راهو مستمر متواصل هو ايفولوشن كبيره وتنجم تصير حتى في مدن اخرى هذا زاد الحكايه اللي تعمل كيف معناها خدمنا توا على المدينه نتاع تونس على خاطر بروجي من الاول كانت فما المدينه نتاع تونس ما نجم نعرف في بيجن نعرف في الكيف نجم نمشيو ندورو برشا بلايص معناها على خاطر حتى لابروش جديده بارابور على الخدمه معناها ما جبناش ما خديناش الفكره ما خديناش اغاني من التراث ولا حاجات كيما كيك حتى تعرف ما خدينا حتى حاجه اللي هي غنوها قبل ولا حتى سامبل صغير ما خديناهش معناها الموسيقى الكل اللي بتسمع عملناها احنا مي اترافير الحس نتاع مدينه تونس واترافير كل بلاصه في مدينه تونس اللي قسمناها على خمسة بلايس كل بلاصة شنية أكثر حاجة جبدتنا فيها في الحس في الحاجة تهذوما دونك اون غرو فوالا معناها تنجم تمشي نجم نكملوا في بلاصة والكونسير هذا نجم نلعبوا بارتو توا ساهي ترينينا سي بون متفاهمين عارفين روحكم على شنو قادمين جاكم باهي على غدوك تشوفوا الحق نورمالمون قداش دوغي؟ سويعة 60 مينوت معناها اكزاكتومون حاضرين كاملين دونك وين بالضبط باش يكون الكونسير الناس اللي قاسمه فينا توا الحفصيه بجنب استاد نتاع الحفصيه العبيد نتاع الحفصيه بجنب استاد نتاع الحفصيه وقتاش الوقت 8 نتاع الليل 8 نتاع الليل غدوه نهار احد يضلي بوسيبل كنت تمشيو على بكري مش بكري خاطر العباد تخدم نهار الاثنين الصباح دونك سبع الوقت معناها اختيار باهي على الاخر بالنسبه معناها بالنسبه للوقت وبالنسبه للبلاصه زاده لانه تونس في الليل حاجه اخرى راهو وتوا سورتو في وقت الفستيفال نتاع في وقت دريم سيتي راهي مبدله جمله المدينه وتونس معناها حياه اكثر في الليل معناها تحوس اكثر عباد قاعده تدور عباد قاعدين يتفرجوا في حاجات اخرين فمش كان احنا الاختتام اخر حاجه تصير في المهرجان اما قبلنا نهار كامل من 10 نتاع الصباح فما ديزانستاليشن فما ديزكسبوزيشن فما حاجه نتاع موسيقى فما دي بيرفورمانس فما شتيح فما برشا حاجات الخروج من دريم سيتي لبعد وين باش تمشيو اسكو عندكم بروجرام اليوم ولا نتاع تورني مثلا على الكونسيبت هذايا ولا جوست بور لو مومون باش تاخذوا في دريم سيتي لي مازلنا اون با يو اون با روسو دوفر معناها باش ان نلعبوها ما مانيش اوني داكور باش نلعبوه لايف بالعكس احنا اون فو بارتاجي سا معناها اون فو جوي لو ماكسيموم معناها اللايف هذايا في تونس معناها داك واش تصور؟ كومبليتمون لي الكل ما نصورش ديجا هو تصور معناها احنا صورني احنا بدينا صورنا صورت تبارك الله نعملها كل شيء دونك بدينا صورنا خاطر وقت اللي خدمنا وقت اللي تصور وقتها فما كوفيد وما نجموش السالات كلها مسكرين وكل شيء دونك قلنا او موا هاكا نصوروه والعباد موا تنجم تفرج عليه في ديارها هذاك علاش الديسيجن جات هكا وتوا مع دريم سيتي اللي هما المنتجين نتاعنا واللي هما اول وحدين عطاونا الريزيدونس قلنا باش نعملوا اول عرض في دريم سيتي دونك هذا يسمى العرض الاول قدام الجمهور خارق العاده انا نستدعاكم غدوه تمشيو 8 نتاع الليل بيان سور الالكترونيك مقام باش يكون سليم عرجون وعلي مرابط ونسيم قاسلي مع بعضهم كيما كنت تحكي على الهارموني معناها ما بيناتكم كل واحد عنده اختصاص كل واحد عنده فيزيون ما كيتقابلوا على بروجي واحد ديكالي خلينا نقولوا مش متعودين به نسمعوه ديما حاجه خارقه للعاده دونك باش تكتشفوها غدوه 8 نتاع الليل دونك كيما قلتي في الحفصيه في الحفصيه اكزاكتومون في نفس الستاد 8 نتاع الليل مفتوح للجميع
جاكم ترونكيل غدوه على بكري هزوا الفاميليا حتى صغاري نجم يجي ايفيكتيفمون بالضبط انا ما هاتلك باش تقول لك على الصغار اللي هو الصغار وفيت معناتها العرض عائلي عائلي جدا من عائله وتوكا بالحصيه موسيقى يعني ميرسي بوكو علي يعيشك شكرا لك خلي لك كلمه للبوبليك التونسي الناس مغرومه بالموسيقى مرحبا مرحبا يقول لي حتى نسيم نجم يخلي كلمه زاده مش عطيه راه عطيه كلمه في اطار ديريكتومون على حديث الكره يعني جاي يعني جاي باي جي وغدي انا كفا ما حاجه نجم نقولها اللي راه صحيح فما لايف اللي انريجستري سور يوتيوب اللي نجم العباد يتفرجوا فيها ما راهو لايف تاع غدوه سي معناتها رانا بدلنا فيه برشا حاجات وراه ماهوش بالضبط كيما في اللايف معناتها كيما مسجل في اليوتيوب دونك تنجموا تجيو تستكشفوا حاجه جديده داكور خدمنا على روحنا ومتان تقعد لكم زاد الفيرسيون تاع اليوتيوب خدمنا عليه خدمنا عليه خدمنا عليه انتو كان نسيم قاسلي ميرسي بوكو علي مرابط عايش